إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. من المشاكل المرضية اللي بيتعرض لها مرضى التليف الكبدي المزمن هي نقص كتلة العضلات وضعف البنيان العضلي للجسم وأعراض سوء التغذية. القصة دي ليها أسباب كتير، منها سوء الهضم اللي ممكن يحصل عند مريض الكبد بسبب احتقان الجهاز الهضمي بسبب ارتفاع ضغط دم الدورة البابية اللي ملازم للتليف الكبدي، ومنها برضو عدم قدرة الكبد على تخزين الجلوكوز والطاقة، فيضطر الجسم للحصول على الطاقة انه يكسر الدهون والعضلات اللي في الجسم. وفي كمان خطأ شائع بيقع فيه كتير من مرضى الكبد ويمكن بعض الأطباء، بيتسبب في تفاقم مشاكل سوء التغذية وضعف العضلات عند مرضى الكبد. الخطأ ده هو حرمان مريض الكبد تماما من تناول البروتين خوفا من تعرضه للغيبوبة الكبدية. مشاكل سوء التغذية عند مريض الكبد بتعرضه لمضاعفات كتيرة قد تؤثر على حياته. حتى لو عمل زراعة كبد، سوء التغذية ده ممكن يؤثر بعد كده على نجاح هذه العملية. بعد الفاصل هنعرف كيف نتجنب مشاكل سوء التغذية ونقص كتلة العضلات عند مرضى الكبد. للتغلب على مشاكل سوء التغذية وضعف البنيان العضلي عند مريض الكبد، لابد من الاهتمام الجيد بالتغذية الصحية لمريض الكبد. لازم يتناول عدد سعرات حرارية بمعدل 30 إلى 35 كيلو كالوري لكل كيلو جرام من وزنه يوميا، من خلال وجبات صغيرة متعددة، من ضمنهم وجبة صغيرة آخر اليوم بالليل. مريض الكبد لازم يتناول بروتين لا يقل عن 100 ل 150 جرام في اليوم. والاهتمام بالتغذية لوحده مش كفاية، لابد من ممارسة بعض النشاط البدني حسب ما تسمح حالة المريض تحت إشراف متخصص. الاهتمام بتغذية مريض الكبد وبنيانه العضلي بيقلل بوضوح مخاطر مضاعفات التليف الكبدي زي الاستسقاء والغيبوبة الكبدية، وبيحسن المناعة ضد الأمراض. وكمان لما المريض ده بعد كده يحتاج زراعة كبد، الاهتمام بعدم حدوث سوء تغذية هيحسن جدا بوضوح من احتماله للعملية ومن نسب نجاح زراعة الكبد. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.